عليكم ورحمة الله وبركاته. كما عودناكم احنا ان شاء الله في تقاريرنا اليوم راح يكون ويانا الاخ العزيز المرشف والباحث والكاتب والموسوعة بغداد الاستاذ معتصم المفتي والاعلامي الكبير الاستاذ علي الحداد، يعني في غنى عن التعريف، يعني دائما هو تلقاه ايقونة المتنبي يتنقل منا ومنا، ودائما ابتسامته وضحكته ودائما يفاجئكم بحزوره، بس اليوم واقع حزوره. اليوم راح نحكي اليوم عن بغداد، على كرخو رصافه طبعا، والحديث راح يكون للاستاذ معتصم المفتي، وراح كليتنا نستفاد من المعلومات اللي راح يقولها بما فيهم احنا اللي واقفين انا والاستاذ علي. نعم. وعلي عياد، تفضل استاذ. طبعا شكرا للاستاذ صباح على هذا التقديم الرائع، والاخ الاعلامي استاذ علي حداد، والمصور البارع والاعلامي علي عياد، كلكم اساتذه ان شاء الله. طبعا بدايه يجب ان نعرف للمشاهد الكريم معنى الكرخ. الكرخ طبعا له عدة معنى، بس اتفق المؤرخون بأنها الكرخ وهي كلمة سريانية، واتفق الآخرون بأنها وهي كلمة آرامية، واتفق الآخرون بأنها كلمة يونانية. ومعنى الكرخ بالكلمات الآرامية التي أتت بهذا المعنى، يقال بأنه الموضع الذي يساق إليه الماء، ويقال بأن بعض المؤرخون بأن كلمة الكرخ وهي كلمة يونانية، يقال بأنها المدينة المسورة، لأنها قديما الكرخ كانت قرية تاريخية قديمة موجودة قبل بناء المنصور العباسي المدينة المنورة في منطقة الشالشية. يقصد المدورة في منطقة الشالشية. هذه القرية كانت موجودة عبر هذا التاريخ، ويقال بأنها يعود إلى العصور المتقدمة ما قبل التاريخ. فاجتمع المؤرخين بأنها يقال بأنها المدينة المسورة حال بغداد، وأول مدينة المحصنة. فهذه بالنسبة الكرخ. وطبعا الكرخ اشتهرت أكثر بعد بناء المنصور العباسي مدينة بغداد المدورة سنة 762 ميلادية، 145 هجرية، وكان توجد عدة قرى، فهي كانت من كبار القرى الموجودة في الجانب الغربي، وذكره ياقوت الحموي فقال عبارة عن مدينة كبيرة مصغرة ومسورة. ومن القرى الأخرى، يعني أستاذ معتصم يقول أنه شلون نعم. بغداد المدورة الكرخ أيضا كانت يعني مسورة، لا أستاذ علي بيها يعني سور. بس السور أعتقد أستاذ معتصم يعني في زمن سليمان باشا اللي سور الكرخ. هذا سور الكرخ في زمن سليمان باشا العثماني. هذا حديث آخر أستاذ. نعم صباح. أستاذ نعم. نحن نتكلم على قبل بناء المنصورة المدينة المدورة. نعم سلام. فهذه نهاية العهد الساساني. نعم سلام. وبداية العهد الإسلامي. تمام سلام. فهي هاي قرية قديمة، أما اللي تفضلت به السور الذي بناه سليمان باشا الكبير الذي كان والي بغداد الفترة من 1780 لحد 1802. نعم سلام. بنى سور الكرخ ابتداءً من جسر الباب المعظم على جهة اللي هي محلة رأس الجسر، وانتهاء بمنطقة الصالحية، وكان يسمى بسور سليمان الكبير أو سور سليمان. هل قبل شو يقولون محصن بسور سليمان؟ محصن بسور سليمان نسبة إلى سور الكرخ. نعم. أما هذا السور الذي نتكلم عنه لقرية الكرخ فهي سورا قديما قبل بناء المنصور العباسي لهذه المدينة. ومدينة الكرخ طبعا هي الجانب الغربي، حتى فصورة للمشاهد أستاذ معتصم. نعم. احنا مهادة تنسلسل شفهي، بس حتى نطي فصورة للمشاهد. نعم. أستاذ علي المشاهد جهة الكرخ هي هاي اللي مقابلنا حتى بس بالتحديد المنطقة كانت بموازاة
براثة. براثة. براثة مقابل براثة. والسور اللي مقابل براثة. العفو على جانب الجنوبي. تمام أستاذ. والجانب الشمالي بموازاة براثة كانت تسمى قرية سونايا. سونا. هذه القرية وهي نعم. من القرى هم القديمة الموجودة سريانية. في الجانب الغربي. نعم. نعم. فهذه كانت تسمى المدينة العتيقة سميت. نعم. لأنه من المناطق القديمة اللي كانت موجودة. اللي بها جامع براثة. نعم. حتى تصير فكرة توصلي بها جامع براثة. لا وقرية براثة مقابلة بالضبط. تمام. ايه؟ قرية براثة. تمام. اللي كان يسكنوها النصارى. نعم. لأن هي كانت بغداد قبل بناء المنصور العباسي المدينة. نعم. كانت عبارة على عدة قرى. هي تمام. قرية سونايا وقرية الكرخ وكذلك القرية اللي كانت في هذا الجانب كانوا يسموها الحطابية. نعم. قرية الحطابية. تمام سلام. وقرية الشرفانية اللي كان هو شمال الحطابية والقرية الأخرى والقرى الأخرى اللي كانت بموازاة هذه القرى. هسه استاذ معتصم نعم. يعني ينقل لنا يعني التاريخ شفه، احنا راح ننسى نحكيكم تاريخ على الواقع، راح نروح شويه نتمشى. تعال استاذ معتصم، تعال استاذ علي تفضل. انا تفضل استاذ علي. استاذ صباح وهذه بالاشاره اي هسه نجي منها من جهه اليسار. نعم استاذ من اليسار نبدي عبور الشط شرح تفصيلي عن المناطق. عاشت ايدك. بنبدي من الكريمات. تعال من يوم جسر الأحرار. هذه المنطقة كانت حتى تصير المشاهد عنده فكرة مو قديما قديما طبعا كانت هذه مقاطعتين. نعم. المقاطعة اللي كان الجهة الغربية الجنوبية اللي المحصورة بين تقريبا جسر باب المعظم. نعم سا. نزولا إلى العطيفية. نعم سا. المحصورة المنطقة المحصورة إلى نهاية الكريمات كانت تسمى مقاطعة بادوريا. هذه كانت محصورة والمقاطعة كان يسموه تسوج، والتسوج وهي كلمة مستعربة يعني عبارة عن عدة قرى، والقرى اللي كانت موجودة فيها وهي قرية الحارثية ابتداء في مكان الحارثية. تمام. وقرية الكرخ اللي كان من كبار القرى وكذلك قرية سونايا وكذلك قرية الحطابية والشرفانية والأديرة، وهناك أديرة دير عمر سطيبة ودير المشهور اللي كان يسمى دير أكليليا الشوع اللي هو مكانه الشيخ معروف الكرخي. نعم. وكان يسمى هذه المقبرة مقبرة باب الدير. والدير الآخر دير الشثليق، والدير الآخر اللي كان بموازاة العطيفية دير مار فيثيون اللي هو من كبار الأديرة. إذن هنا على التفاصيل يعني هاي الأديرة اللي كانت موجودة. أيضا كان يسموها مقبرة باب الدير الشوينزي الكبير والكاظمية، مقبرة الشوينزي الصغير. هذا موضوع نأتي عليه. نعم. بالتتابع. نعم. هذه الأديرة توحي بأنها عراقة منطقة الكرخ. الكرخ. تمام. نعم. عراقة منطقة الكرخ والشثاليق يعني المدفونين ستة من الشثاليق. الشثاليق يأتي بعد البابا. تمام. طبعا هذا فد يعني يعطي طبعا طبعا وظيفة مهمة لأنه الكرخ إذا كان الكرخ الجانب الكرخي كان من المدن المتميزة والمهمة في ذاك العصر. وبعد مجيء المنصور العباسي لبناء المدينة طبعا حدد عدة مواضع، فاختار منطقة الشالجية بالتحديد اطلال سكك اطلال القصور القصر مالته والمدينة المسورة تحت اطلال مدينة الشالجية، واختار المهندسين وتم تخطيط المنطقة بالرماد الأسود والقطن وحرقها وفي القطن وتم حرقه وذهب إلى مكان عالي ورأى المدينة بأم عينه، فاختار هذه المدينة المدورة. ومدينة المدورة أراد أن يغير اسم بغداد ويسميه مدينة السلام، دار السلام. بس بغداد أو دار السلام تبقى
وبنى في هذه المدينة. طبعا إضافة اللي تفضل به أستاذ ما تصحتها عاملا هو خطيع التعب الشرع وهو موسوعة وأستاذنا ما شاء الله طبعا. يعني المنصور العباسي جاب قطعة من اللحم شاف وين اللحم يتفسخ يعني أسرع عافى المكان. أي مكان اللحم ما يتفسخ به هو طبعا من ضمن الغرض من لا لا العفو يعني من ضمن المكانات حتى الهواء فاسد أو كذا. لا 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 هاي الرواية نعم أنا حققت من عدها تمام. فهي رواية ضعيفة مو صحيحة مو صحيحة تمام. وإنما تم اختيار المكان على الموقع العسكري والاستراتيجي العالي. لماذا اختار هذه المنطقة قرب أيضا من نهر الفرات؟ ها المنطقة تبعد عن نهر فرات 32 كيلو 32 كيلو بين دجلة والفرات بمستوى نهر الفرات ويطل على نهر دجلة. للعلم مدينة منصور العباسي نص ربع المدينة الآن في نهر دجلة لأنه نهر دجلة انحرف انحرف وانحدر وكان أكثر ازورارا لهذه الشرة. ومن بنى هذه المدينة كانت مدينة محصنة وكبيرة ويقال بأنها جرى بخندق بمصور. لا أقول لكم ولا تقولوا لي ابتلي أنا بقى وجبنا أستاذ معتصم لا راح خير نسولف لا أنا ولا أستاذ علي أخذنا فلاح أملاج تفضل أستاذ يعني لا حقيقة المعلومات اللي عنده لا يعني ما شاء الله بس إحنا تفصل المعلومة مثلا من نعطي معلومة حديثة إحنا ما مرة ما شاء الله نعم نريد نسينا ما يقبل يعني ما يقبل يريد يسترسل هو هذا يا بل وقت خذ الأستاذ معتصم لا لا العفو أنا بالنسبة لي يعني احنا بدنا نحكي على جانب الكرز وبعدين كيف اتطور بعد ما بنى هاي تفاصيل ان شاء الله في حلقه قادمه ان شاء الله نتحدث عنها ان شاء الله. بس احنا دليل التاريخ القديم صعب بس عبالنا مثلا الاستاذ معتصم ناشر مثلا هنا أنا هذه شريعه الالتشي اللي يعبرون من عدها بيت الالتشي احنا نجي بالتتابع يعني ناشر عليهن. بعد ما بنى المدينه تحدثت عده قرى ومحلات ومن ضمن هذه المحلة اللي تتشهر لأنت محلة أي الرملة أي نعم سهل. اللي هي اللي تقول عليها نعم الشريعة والمعلم الآخر اللي تتشهر عليه جنابك يعني هنا أنا قلنا مثلا البهائية كان عندهم بيت هنا مقابينا نعم. طائف البهائية طائف البهائية حسين المازندراني هنا كان هذا في العصر العثماني اي بال 1860 كذا هنا كان بيته وحتى نعم. احنا شوي بالتاريخ القديم أستاذ اللي نحكي بالتاريخ نحكي التاريخ الحديث يعني نعم. المفتوح مثلا كان عندنا جسر ابو الدوا هذا جسر الدوا بعدين هذا جسر الشهداء انشئ بالعام 1939 انفتح هذا الفتح هذا 39 طبعا خلال 3 سنوات تقريبا انشئ في العهد الملكي بس بموازاته بالضبط كان يسموه جسر القطعه اللي هو اساسا الجسر كان قديما تمام صح وقت العباسيين بموازات الجسر جامع. الاخر اللي غاد من الجامع بموازات العطيفيه كان اكو هناك يسموه قريه بغداد واللي قصرين بغداد المدوره نعم. لا 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 مو اللي جاي من عندها اللي جاي من عندها كان يسموه قريه بغداد بالجعفر بالضبط صح. فالجسر كان يعبرون اهل خراسان للتسوق والتبضع والتجاره كان اكو سوقين والسوق الاخر كان في الجانب الرصافه اللي كان يسمى يعني يقصد عجيه الاعظميه سوق الثلاثة لا لا مو العظمية لا عجيهة الرصافة عجيهة الرصافة احنا دا نحكي الجانب الشرقي كان هنا موجود سوق ثلاثة لأهل قلوادة اللي كان يبدي من حيدر خانة وانتهاء بمستنصرية نعم نعم هذا هذا سوق الثلاثة هذا موضع سوق الثلاثة هذا غير يعني موضوع قبل القشلة قبل القشلة وقبل بناء العباسيين مدينة الرصافة وأما الجانب الآخر فانتقل الجسر أبو الدوب إلى المكان الجديد في العصر العباسي المتأخر بالضبط ما تصح انتقل لهذا المكان اللي دا تحكي عليه أنت اللي دا تتحدث عليه وطبعا بالمناسبة أكو منطقة جدا مهمة اللي هي بموازاة الجسر يسموها القرية منطقة القرية أو قرية المربعة هذا نزل به ابن جبير نعم سنة 580 هجرية نعم وكان هذه أحدى المحلات الكبيرة في هذا الجانب
وشاهد الخليفة ناصر الدين الله العباسي وهو يعبر من زورقه إلى جانب القصر العباسي. نعم، ونزل في القصر العباسي. حدنا أنا وكملنا لكم حلقة، كنا نريد نعرفكم على معنى كلمة الكرخ ونتعلم وياكم من الأستاذ معتصم المفتي والأستاذ صباح السعدي. هذه الحلقة كانت ممتعة وراقية. تابعونا في حلقات قديمة من البغداديون مع الموعد والمقدم علي الحداد والمنتير المهندس علي عيار. شكرا لك. قناة البغداديون تراثية عراقية.